السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إخواني أخواتي الكرام، متتبعين وزوار قناة تعليم الكهرباء من الصفر. في حلقة اليوم إن شاء الله سوف أتطرق إلى الشرح بعض أو أعطي بعض النصائح، بما أننا في أبواب فصل الشتاء، يعني يبدأ البرد، وكاين أيضا بعض الإخوان اللي قالوا لنا يعني تعطينا بعض النصائح قبل ما نرجعوا المدفأة الخاصة بنا لمكانها. يعني كما راكم تعرفوا كامل، كاين بزاف الناس اللي ينحيوا المدفأة الخاصة بهم من مكانها ويرجعوها في الشتاء، كما أنا أيضا نحيها دائما ونرجعها في فصل الشتاء باسكو عندنا الضيق في الدار، فبالتالي يعني نحيو المدفأة الخاصة بنا. فيعني نعطيو بعض النصائح باش كي نرجعوا للتفادي الكوارث، كما راكم تعرفوا كامل، يعني شيء صغير يقدر يحدث كارثة كبرى في المنزل، بما أن الغاز وعر. إذا نبدأ على بركة الله. إذا كي تنحي الكوزينة تاعك أو المدفأة الخاصة بك، تقدر تبدل هذا الليجوا. كاين بزاف اللي يستعملوا هذا الصنف تاع الليجوا، فيعني أنا ننصحكم ما تستعملوش هذا الليجوا. هذا الليجوا ما نستعملوهمش في الغاز، استعملوا الليجوا بهذا بهذا الشكل كما راكم تشوفوا، اون بلاستيك. لازم يستعملوا هذا هذا الاجواء، ما على بالش اسكي يبان ولا ما يبانش. نحاولوا نبينوا هذا الاجواء باش تشوفوهم. اذا كما راكم تشوفوا، استعملوا هذا باللون الاسود، ما نستعملوش بهذا باللون الاخضر. اذا هذا نصيحتي الاولى لكم. الشيء الثاني، لاحظته في لا بليبار تاع الناس كيفاش يستعملوا، يربطوا الكوزينه تاعهم من مخرج الغاز، باش يجيبوا الغاز الى المدفأة الخاصه بهم، مثل لهنا. كاين بزاف يستعملوا انابيب النحاس، ريجيد ما يتحركش، ما يقدرش يتحرك. انا ننصح ما تستعملوش هذا الانابيب بالنحاس. لماذا؟ لان لو كان تحرك المدفأة الخاصه بكم مليمتر ولا ان سنتيمتر، يقدر يحدث مشكل، يقدر يحدث تسرب الغاز من هذا المكان او في الروبيني تاع الغاز، في مخرج تاع الغاز. انصحكم تشتريوا هذا اللي فليكسيبل، مام تحرك المدفأة الخاصه بكم، ما يصرح حتى مشكل، لان هذا مستعمل تقدر يتحرك ب تقدر تحركه نورمال، ما كان حتى مشكل. اذا هذه حاجه ثانيه، باش ترجعوا المدفأة الخاصه بكم لبلاصتها. لاحظت ايضا كاين بزاف الناس اللي يستعملوا هذاك المواسير فليكسيبل، ماشي كيما هذا الشكل. انا ننصح تستعملوا هذا تاع الجلفانيزي، ماشي باسكو فليكسيبل. هذو كيستعملوا للتهويه، يستعملوهم للتهويه فقط، ما يستعملوهمش لكي الخروج، باش تخرجوا غازات السامه او غازات المحروقه في الدار. ايضا كي تستعملوا هذا الموسر خروج الغازات المحروقه، دائما ننصح ديروا الكولي اللي هنا، الكولي ولا اي شيء لازم يحرس بزاف كي تخلصوا، تثبتوا مليح هذا الانبوب. زيدوا له مثلا هنا مزير بصح. انا ننصح دائما تشريوا هذا الاوراق الالومنيوم، تزيد لهم من فوق باش تتصوروا ما كانش ما يخرجش ما يخرجوش غازات المحروقه داخل او خارج هذا الانبوب. وايضا كي تفكسيو هذا في الجدار، هذا الانبوب في الجدار تاع برا، دائما تستعملوا البلاطر اللي هنا باش تضمنوا قفل هذا الانبوب، عدم خروج غازات المحروقه الى المنزل. اذا الحاجه الثالثه اللي ننصح به، لاحظت ايضا كاين بزاف الناس ايضا يلقاو هذا الزجاج مكسر وخليوها مكسر. نتوما او موا كي تروحوا تبلاصيو
المدفأة الخاصة بكم في بداية الفصل الشتاء أو يعني في بداية البرودة، لازم تعودوا هذا يعني الزجاج باش يعني ما يخرجوكمش يعني من لهنا يخرجوا غازات المحروقة، فبالتالي سببنا خطر لعائلتنا. إذا عندنا يعني فيديوهات اللي تفسر كيفاش تبدلوا هذا الزجاج، يعني ندير لكم بلاي ليست يعني في الدار البيضاء، وأيضا نديروا الرابط الخاص به تحت هذا الفيديو يعني لطريقة تبديل هذا الزجاج. إذا حاجة الثالثة أو الرابعة، لازم يعني تفتحوا المدفأة الخاصة بكم تنطويوها في غبار المراكم داخل هذا يعني المدفأة، يعني هو اللي يسببنا يعني النار الصفراء داخل المدفأة. إذا نحيت هذا البرغي لهنا، تفتحوا هذا الكاش، ما تقدروش يعني كاينين بزاف اللي ما يقدروش، إذا كما راكم تلاحظوا الداخل كاين مبرأ في هذا المدفأة كما راكم تشوفوا الداخل، يعني كاين يتراكم الغبار والأوساخ داخل هذا المدفأة، فبالتالي لازم قبل ما تبلاصيو هذه المدفأة تحلوها وتنطويوها سواء بالاسبيراتور او تستعملوا السوشوار باش يعني تنحيو هذا الغبار يعني اللي ما يقدرش يوصل للداخل. انا دائما نفضل نفتح هذا الغطاء ونستعمل السوشوار ولا باش نضرب مكان يعني وين يخرج النار داخل هذا المدفأة باش نحيلو يعني الغبار المراكم هو اللي يسبب لنا النار يعني الشعلات الصفراء داخل المدفأة. يعني طريقة سهلة كامل، يعني كي تنحيو هذا الغطاء عنده براغي في إذا كما راكم تشوفوا كما راكم تلاحظوا لهنا كاين زوج البراغي هذو، تنحيهم تستعملوا مفك برك يعني تنحيو هذا البراغي لتنحي لكم هذا الغطاء الخارجي للمدفأة الخاصة بكم. كي تنحيو هذا البراغي يعني يبان لكم مكان خروج وأيضا مكان الزجاج، يعني اللي يحب يعني يبدل هذا الزجاج تشريهم بثمن رخيص جدا لكي تتفادوا يعني الخطر لعائلتكم. البراغي اذا نحيت هذا البراغي كما راكم تشوفوا يعني ترفدوا برك من هذا المكان ومن هذا المكان ايضا كما راكم تشوفوا تنحى هذا الغطاء. يعني انتم تنطويو كما راكم تشوفوا معمر يعني بالوسخ الداخل، بما ان نحينا هذا المكان يعني اللي عنده الزجاج يعني مكسر هو يعني نحيو هذا الزوج البراغي هذو وتنحيو هذا يعني نمروهم من فوق برك يعني تطلعوهم الى الاعلى يتنحوا هذه الزجاجات وتبدلوهم. وايضا كي تنحيو هذه الزجاجات تضربوا بالاسبيراتور يعني للداخل باش يعني اي الغبره او اي اوساخ المراكمه داخل هذا المدفأة يعني يتنحوا، فبالتالي باش تشوف يعني الشعلة أو شعلات النار الخاصة للمدفأة الخاصة بك يعني تولي لازم تشوفها زرقاء باللون الأزرق يعني كي تبلاصي المدفأة الخاصة بك. إذا الحاجة الثالثة أو الخامسة أو والله مش فيت شحال يعني النقاط اللي تطرقت إليها أو هذه النقطة أيضا كما راكم تشوفوا هذا حساس الحرارة كما راكم تشوفوا هذا هو اللي يطفينا يعني المدفأة الخاصة بنا كي يسخن الدار وكي يبرد هو اللي يشعلها، يعني هذا هو الجهاز المسؤول لاشتعال وانطفاء المدفأة الخاصة بنا. إذا هذا أيضا ما لازمش يكون بهذا الشكل، لازم يكون بهذا الشكل يعني لازم يولي البلاستو عنده بلاصة تاعو لهنا، لازم يكون او هكذا لازم يكون بهذا الشكل، يعني كي يخرج كامل لبرا يعني تكون برودة صغيرة فقط في الدار يعني شعلنا النار تاع المدفأة الخاصة بنا. اما ايضا كي يدخل داخل يعني يقرب في مكان يعني
في مكان يعني الشعلة، أو يعني في مكان النار، يعني يشوف يعني دايما يطفينا هذا، يعني مثلا تشعل دقيقة ولا دقيقتين برك يطفيها، باسكو هو يحس بحرارة المنزل. إذا إلى هذا نكتفي يعني بهذا، إلى هذا لقد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. إذا لديكم أي سؤال اكتبونا في الكومنتار، إن شاء الله إن شاء الله نشوفوا نديروا حلقات واحد أخرين في هذا يعني المجال. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إلى الحلقة القادمة إن شاء الله.